كان سأل على عماد الناس الكبار، فقلنا لهم الناس الكبار بنعمدتم بنلبسهم تونيا أو جلباب أبيض وبينزلوا المعمودية، ما بيبقوش عريانين خالص عشان ما يكسفوش. فواحد بيبعث يقول لي إذا كان يتم عماد الشخص الكبير اللي عمره 20 عام مثلا لابس جلباب أبيض أو تونيا، فكيف يتم صيامته بسر الميرون سر المسحة المقدسة؟ بنمسحه بالميرون في الأجزاء الظاهرة من جسمه، يعني كل وجهه ودراعته إلى آخره، وممكن أن أحد الآباء الأسقف يضع يده عليه وينفخ في وجهه ويقول له اقبل الروح القدس. وزمان كانوا بياخدوا الروح القدس عن هذا الطريق قبل ما توجد المسحة. المسحة دي عرفناها موجودة في يوحنا الأولى إصحاح 2 آية 20 وآية 27، لكن قبل كده كانوا بيضعوا الروح القدس، بيسلموا الروح القدس بوضع الأيد كما حدث في منح الروح القدس لأهل السامرة في أعمال إصحاح 8 بوضع أيدي القديسين بطرس ويوحنا، وكما حصل في منح الروح القدس لأهل أفسس بوضع يدي بولس الرسول.